وانا وراجع كانت هي اللي حلقها كانت الحراره. شفت 1 2 3 كم متابعي قناه نحن في المانيا العظماء، كيفكم يا شباب؟ يا شباب 1 كم متابعي قناه نحن في المانيا، كيفكم يا شباب يا صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بكل صحه وعافيه. اشتقت لكم كثير، انا عبد الهادي ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد ومفيد ان شاء الله من القناه. اليوم بهذا الفيديو رح احكي عن المخالفات المروريه. اكيد الكل سمع بشهر 4 في مخالفات مروريه جديده وتغيير بالاسعار حتى يحاولوا انه العالم ما تخالف، وانا من الناس اللي ما بحب خالف ابدا وما بحب اني اتجاوز السرعه، رقم 1 مشان السلامه، ورقم 2 مشان ما اكل مخالفات وما يتسجل علي نقاط، لانه بالاساس عندي نقطتين وبتوصيل الفيديو حاطت فيديو فيه عن النقاط اللي انا معي اياها وكيف انت بتعرف قديش عندك نقاط وايمتى بتنمحها هي النقاط، بتوصيف الفيديو بتلاقوه. طبعا اذا عجبك هذا الفيديو ما تنسى زر اللايك، اشتراك بالقناة وبتفعل زر الجرس حتى تشوف كل الفيديوهات الجديده اول باول. هذاك اليوم انا وراجع على المدينه عندي، فكان في كاميرا انا ورايح شفته وقلت لحالي انا وراجع لازم انتبه عليها مشان ما اكل لي مخالفه، ويا ريتني ما حكيت هي الجمله. انا وراجع فكانت هي السرعه 100، بعدين صارت 70، صارت 50، لسه انا عم هدي، يعني انا كنت 70 وبدي انزل ال 50، فقلت لحالي يلا رح اقيم رجلي عن البنزين وما حاكبس فرام وخليها لحالها هي تهدي السرعه. فهي كانت المسافه للاسف بين الكاميرا وبين اللوحه تبع ال 50 كانت مسافه مالها كثير بعيده، وانا وعم اطلع بالكاميرا فورا لقطني الفلاش، بس يعني انتبهت انه كانت هي سرعه اقل من 67، كانت 66 تقريبا، فانا حسبت قلت لحالي بعد المسامحه ناخذ توليرانس، فممكن انه تجيني 12 او 13 كيلومتر زياده او كيلومتر بالساعه فوق ال 50. الرسالة اللي وصلتنا مثل المظاهرة قدامنا هلا على الشاشة، بيجي عندك رقم المخالفة بالضبط مثل هون هذا السهم، شايفين هذا الرقم؟ مشان تتأكد منها قديش هي مخالفته وتفوت على الانترنت، كتير أشخاص بقراها انه اجتني هاي المخالفة وما بيعرف يفوت، مثل ما هو هذا القانون بتنسخه وبتحطه على جوجل بيطلع عندك بالضبط قديش هي المخالفة تبعك. عم يقولوا لي هون انه انت كنت سايق 11 زيادة فوق ال 50، يعني بعد المسامحة 61 هن مسامحيني بثلاثة، يعني انا كنت سايق 64 نزلوا لي اياها لل 61، مخالفته هي 40 يورو مثل المظاهرة قدامنا. الحمد لله ما فيها نقاط، النقاط بتبلش هلا بالقسم الثاني من الفيديو، بتقدروا انه تشوفوا المخالفات الجديده حاشرحها بشكل كامل. هلا اكيد هون بيختلف بين داخل المدينه وخارج المدينه، بتختلف المخالفه وبيختلف نظام الدفع، ولا ننسى انه ايضا بحطوا لك الصوره اللي هن لقطوا لك اياها، يعني من متمني انه اتصور صوره بالمخالفات وتطلع حلوه، دائما الصوره هي صوره بش على الاسف وما لها كثير واضحه، بس هن بيبعثوا لك الصوره مشان اذا ما انت كنت اللي عم تسوق تقول انه مين اللي كان عم يسوق، مثلا انك انت اذا عاير السياره لشيء حدا. وبعدين بيجي عندك رقم السياره كثير واضح مشان انه تتاكد انه هي سيارتك اللي انت عامل فيها المخالفه. هلا هون مثل مظاهر قدامنا ايضا قايلين اللي حول المصاري اللي هن 40 يورو على الكونتو وخلص بتخلص القضيه لانه ما في عندي نقاط بهي المخالفه. مرحبا مرة ثانية، وهلا إذا فتنا على هذا الموقع اللي هو الموقع الرسمي بوزجيت كاتالوج 2020، وبعدين فتنا على الكشفنتش كايت على السرعة هذا وبشخايتونج التجاوز، فهون بتلاقي أكثر من قسم. هون عم يقولوا لك إنه هو بلش ب 28 أبريل 2020، وهذا للبيكيفي أو ساورتس يعني اللي خارج المدينة، مثل ما شايفين لحد 10 20 يورو، من 11 ل 15 40، من 16 ل 20 60، فأنا المخالفة تبعي هي بين 11 وال 15، لو كانت أقل بدرجة واحدة كنت بدفع 20 يورو، بس هلا حاليا مضطر إني أحول 40 يورو. ابتداء من ال 21 بصير عندك نقاط، وابتداء من ال 26 بصير عندك حرمان شهر، يعني بتنسحب منك الشهادة وبيعطوك مهلة لتنسحب الشهادة شهرين تقريبا حتى انت تظبط امورك اذا عندك شغل او شيء كيف لك تروح عليه. بعدين فوق ال 70 فهي بتصير 600 يورو، نقطتين 3 شهور حرمان. هلا اذا هون بننزل لتحت بنلاقي انه هذا الالت، فكانت هي 10 20 30، مثل ما شايفين ارتفعت المخالفات بنسبه 100%، اللي كان 20 صار 40، اللي كان 30 صار 60، وبقي النقاط هي ابتداء من ال 21. هلا اذا بننزل لتحت فهون بتلاقي انه مخالفات اللي بداخل المدينه بتكون اغلى. بداخل المدينه يا مرحومين البي هي 30 50 70،
وسحب الشهادة ببلش فورا من 21 مو من 26 مثل ما هون قدامنا ظاهر. يعني بقلب المدينة المخالفات صارت كتير خطرة انه هي هيك هيك. اذا انت عم تسوق بالمدينة 70 يعني 20 زيادة فهو فعليا خطر لانه الطرقات ما بتتحمل. بشكل عام لحاط لكم بتوصيف الفيديو هذا الرابط بتقدروا تشوفوا اي مخالفة بدكم اياها منه، ومثل ما ذكرت رقم المخالفة انت بتحطه القانون وبيطلع عندك بالضبط قديش هي مخالفتك ان كان على هذا الموقع وان كان على غير مواقع. بهاي الطريقة أنا بكون وصلت بهذا المقطع للنهاية. وفي نقطة بسيطة بدي أحكي عنها، إذا أنت ما كنت يلي عامل مخالفة، يعني كان شخص مستعير السيارة أو أنت عاطيها لحدا أو لا سمح الله السيارة مسروقة، بهاي الحالة أنت بتقدر تعترض على المخالفة اللي أنت حصلت عليها. هاي رقم واحد. رقم اثنين، في حال انك انت اللي كنت سايق السيارة عملت المخالفة بس ما لك مقر بهاي المخالفة، يعني كان معك صاير سبب رايح المشفى، منزوعة فرامات السيارة ما شغالة، يعني في أكثر من سبب، فأنت هون عند هذا الخيار بتقول لهم 9 وبتحط لهم السبب لا ليش أنت حطيت 9، وطبعا ما بننسى التوقيع والمكان اللي أنت كتبت منه وأيضا التاريخ. أما فوق إذا أنت مو اللي سايق السيارة فهم بتحط مع المعلومات الشخص اللي هو سايق السيارة، مواليده، اسمه، عنوانه، مكان ولادته، تاريخ الولادة. طبعا هي إذا أنت اللي عامل المخالفة ومأقر فيها ما لك أي شغل فيها، لا بتعبيها ولا بتبعتها، هي بحال بس إذا أنت بدك تعترض على المخالفة اللي حصلت عليها. إن شاء الله رب العالمين بيحمي جميع وما بياخد ولا واحد فينا مخالفة جديدة. وهيك بهالحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى السلامة للجميع. ممكن انه الواحد يخطئ وما ينتبه فعلا للإشارات المرورية. انا اول مخالفة اكلتها كان غلط مني اني قطعت الإشارة وكانت هي عم تقطع على الصفرة، انا قطعتها وشفت انه حمراء فكانت اقل من ثانية الحمد لله، واعتبروا ليها فقط نقطة واحدة. اما المخالفة الثانية اللي عملتها هي تقريبا من سنة وفعلا ما كنت منتبه انه كانت هي السرعة 100 ورجعت للسبعين وأنا بقيت سايق تقريبا 21 زيادة. هذا عن نظام المخالفات القديم. بتمنى السلام للجميع، انتبه على سوقتك، إن شاء الله رب العالمين بيحمي الجميع. بشوفكم على كل خير بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.